الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الصوت الواطي وما يكون سببه الهد أو عدم ضبط الهد. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، الهد اهو ليه مسمارين تثبيت اهم، ادي مسمار اهو وادي مسمار اهو وادي السلك اللي هي واصل منه. طبعا احنا بنختبر الأول اللي هي دوائر التكبير ما بعد الهد، فبنشوف كده بص يا جماعه، بنحط اشاره بايدينا بواسطه مفك على طرف من اطرافه، طرف الحي اهو، فبيدينا صوت عالي، فكده بنقول ان الجهاز سليم، دوائر الصوت بتاعته سليمه، والمتهم هنا هو الهد ده. طبعا هنقوم بتنظيفه، هنشوف لو هنا في المسار اللي بيمشي عليه الشريط تمام، في حتة حديدة اهي بارزة وحتة حديدة هنا بارزة بتسمح بمرور الشريط دوك اللي هو اللي بتسجل عليه بطريقة منتظمة قصاد الثغرة بالظبط، قصاد الثغرة المغناطيسية اللي موجودة في الهيد هنا اهو، عشان تقدر تلقط الصوت وتطلعهولي صوت نسمعه. أحيانا يا جماعة حد يكون بيبقى عبس هنا، لعب هنا في المسامير دي، في مسمار هنا ثابت وفي مسمار هنا بيرتفع وبيتغير عن طريق في تحتيه سوستة. السوستة دي يا جماعة اهي بتسمح بطلوع وصعود الهيد ده، وبالتالي نظبط الثغرة اللي موجودة هنا على الشريط بالظبط، فتلاقي الصوت بيعلى او بيوطي. وهنجرب بالطريقة دي اهو يا جماعة كده، ونقول بسم الله اهو. بص يا جماعة اهو، شفتوا يا جماعة الصوت بيعلى وبيوطى. طبعا انا مش عايز اكتر عشان ايه حقوق الطبع، ولكن ممكن ضبط الصوت بواسطة المسمار المتغير اللي هو تحتيه صوت، اللي تحتيه سوستة، اللي تحتيه سوستة يا جماعة بتسمح بصعود بصعوده ونزوله، وبالتالي الثغرة دي اللي موجودة في الهيد تيجي قصاد الشريط بالظبط. طبعا قبل كده لازم ننظف الثغرة دي، ممكن تكون مسدودة عن طريق الأوساخ أو عن طريق المادة المغناطيسية الموجودة من الشريط، تراكمت على الفتحة دهيك، أو ممكن يكون الصوت الواطي يا جماعة من الشريط ذات نفسه. عشان أتأكد أحط إشارة هنا كده زي ما قلت أهو كده أهو، أحط إشارة كده كده، بدل الإشارة طلعت عالية يا جماعة يبقى كله سليم، والعطل هينحصر في الهيد، في نظافة الهيد، في الشريط ذات نفسه ادم، او الماده المغناطيسيه الموجوده عليه باظت، او موجود عليه اتربه او قاذورات، او متراكم عليه اللي هي الماده المغناطيسيه دي. طبعا لو انا عملت كده والاشاره طلعت ضعيفه، يبقى العيب فين؟ يبقى العيب في الدوائر هنا. واول حاجه هنشوفها يا جماعه ايه المفتاح، في مفتاح تحت هنا كده تحت الميكانيزم ده اللي هو بينقل من حالة الصوت إلى حالة التسجيل، ده نحط فيه مادة تنظيف وننظفه. وبعد كده لو ما كان لسه ما تصلحش العطل، حوالينا يا جماعة السلك اللي خارج من الهيد، السلكتين دولك نشوفهم واصلين فين، وندور في المكبر الابتدائي حوالينهم، ممكن تكون في مكثف بايظ، في أي سبب في دايرة التكبير الابتدائية، وخصوصا لو كان الراديو صوته عالي، ما هو برضو الصوت ممكن يدينا دلالة بتاع الراديو، يعني الراديو لقيته صوته عالي والتسجيل واطي، يبقى غالبا هيكون العطل لإما في التسجيل هنا في الهيد ده، وهندي إشارة كده ونتأكد الدوائر سليمة ولا العيب من الهيد ذات نفسه. طبعا ممكن نغير الهيد، ممكن نظبط، ممكن يكون حد لعب في المفاتيح دي، في المسمار ده اللي هو مسمار ضبط الهيد علوا أو يعني يعلي أو يوطي، وإن شاء الله نوصل للعطل. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.